أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمؤذبين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، واتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نشا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
تُنَزِّلُ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أجدي بلتل اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمُوا سوري سيقول أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون
وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. termasuk surah An-Naml, surah Samud. Jom Nisha. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم تم اسمه لا زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا اسمه إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب اسمه أو آتي أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان سوري سيقولها فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل
تلا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي سوري سأولم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ببالي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يخ يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك daripada auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لا سوري بيني لا لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه سوري بس أقول لك با
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأكبتنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين. Ya qil. Pik, sini ada cerita ya tentang tajuk surah tu, iaitu surah Semut An-Naml ya. Dan mana dia? Dan Nabi Sulaiman tu dia adalah diwarisi daripada Nabi Daud, dan dia boleh memahami bahasa binatang. Dan satu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan tenteranya daripada jin dan manusia dan burung. Dia orang semua ikut. Hinggalah dia sampai di satu lembah semut. Nabi Sulaiman terdengar semut berkata, mana dia? Wahai semut, masuklah kamu ke tempat tinggal kamu semua. Dia sebab dia kata Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya sedang lalu, nanti jangan kamu terpijak. Dan bila Nabi Sulaiman dengar tu, fatabassama ni dia pun senyum, dan dhahikan ni ketawa daripada kata-kata semut tu. Dan dari situ timbullah satu ucapan syukur dari Nabi Sulaiman. Ini satu doa yang elok juga untuk kita amalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura. Jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmat yang engkau berikan padaku, pada ibu bapaku, dan moga aku akan beramal soleh yang engkau redai. Masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Amalkan doa tu pun bagus juga. Dan di hujung page tu ceritanya, dalam satu perhimpunan Nabi Sulaiman tak nampak burung hud-hud. Dia kata burung hud-hud ni minal ghaibin ni, tak datang ni, ghaib lah, maksudnya tak ada. Dia kata kalau dia jumpa nanti, la u'azibannahu, aku akan azab, aku akan seksa dia lah, hukum dia. Dan melainkan dia ada apa ni, reason ataupun alasan yang nyata. Dan dari jauh berkatalah hud-hud tu, dia kata dia nampak daripada dan negeri Sabak, Sabak, dengan satu berita yang kira tergempar lah, yakin tu, berita yang yakin. Kita sambung. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصد تهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Okay. Sambung cerita tadi, Hud kata dia nampak dari negeri Sabak, dan dia sambung ayat ni, aku melihat seorang perempuan yang menjadi ketua, yang duduk di atas macam singgasana, dan kaum-kaumnya semua menyembah matahari selain daripada Allah, dan syaitan telah memandang baik, melihat, menjadikan mereka memandang baik akan amalan mereka itu. Jadi Nabi Sulaiman cakap betul ke ni? Hud-hud ke kamu ni orang-orang yang kamu ni berdusta? Cuba kalau betul, dia kata cuba pergi bawa kitab aku ni, campakkan. Fa'alqih tu maksudnya campak, bagilah. Maksudnya pada mereka. Dan lepas tu tawalla ni maksudnya berpaling. Kemudian kamu berpaling dan tunggu. Tengok apa yang akan diorang buat. Dan Balkis ni, ini cerita Nabi, Puteri Balkis lah ya, di istananya dan di kaum Sabak, berkata pada pembesarnya, aku terima sebuah kitab yang mulia ni dari Sulaiman, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ikutlah aku sebagai seorang Muslimin, sebagai orang Muslim. Jadi wahai pembesar, apa kita nak buat ni sekarang? Dia kata, dia tanya pendapat pembesar dia. Dan pembesar dia kata apa? Kita kan kuat. Jadi kita kata, pembesar dia kata, kita lawan je lah balik. Tapi Puteri Balkis kata, dulu-dulu kalau ada siapa yang menyerang sesuatu negara, dia kata kebanyakannya orang yang kalah tu nanti keadaan dia teruk, dan azillah ni maksudnya hina. Jadi dia kata tak apa. Apa kata kita bagi dia hadiah? Kita tengok apa jadi lepas ni. Itu rancangan Puteri Balkis pada surat Nabi, kitab Nabi Sulaiman. Jom sambung Nisha. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ تَمِسْ مُلَ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنْ آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل تمس مولاي يأتيني
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا، كم اسمه قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، كتاب اسمه ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Alamin. Okey. Sambung cerita tadi, bila dia bagi hadiah kat sini ni, bila datang kepada Sulaiman, akan mal ni maksudnya harta, maksudnya hadiah lah. Nabi Sulaiman tak pandang lah kan. Kata apa yang ada di sisi Allah tu lebih baik. Dan dia kata kau pergi balik, dia suruh si Hud-Hud tadi, dia cakap kat dia, kita akan datang bawa bala tentera dan akan menyerang dia. Dan Balqis kata pada pembesar dia macam mana nak buat. Dia kata dia suruh Nabi Sulaiman ni suruh kita menjadi Muslim lah, Muslimin ni. Lepas tu berkata jin Ifrit pada di kalangan jin pada Nabi Sulaiman. Dia kata aku boleh bawa dia punya istana dia pada ke sini. Dia kata sebelum kamu bangun dari tempat kamu tu, aku boleh bawa istana tu. Dia kata aku kan kuat. Kata dia. Lepas tu ada seorang lagi kata, aku boleh bawa pada kamu istana dia sebelum kau dapat membuka apa mata, kelopak mata. Ni kelopak mata. Jadi itulah dibawakan istana puteri Balqis tu. Jadi lepas tu Nabi Sulaiman berkata tentang kesyukuran ya. Dia bersyukur. Haza min fadli Rabbi. Perasan tak? Ada setengah orang kalau kita puji dia, tahniah ke apa ke, dia akan jawab macam ni. Haza min fadli Rabbi.
tapi. Ya, kalau orang puji ke apa boleh jawab macam ni. Ini adalah kelebihan dari Tuhanku. Untuk menguji, kita selalunya sampai Rabbi je lah. Tapi Nabi Sulaiman kata apa? Kelebihan Tuhan yang bagi untuk menguji aku dan sama ada aku bersyukur atau kufur. Siapa yang bersyukur, syukur atas diri dia sendiri. Yang mana kufur tu sesungguhnya Tuhan lagi maha kaya. Ya? Jadi akhirnya Sri Balqis sampai ke tempat Nabi Sulaiman. Bila dia masuk tu dia nampak air kan. Dia pun angkat kain dia kan. Asal qaiha, dia sampai ke betis. Dan berkata Nabi Sulaiman, ini bukannya air. Ini adalah daripada qawarir ni sejenis. Batu lah eh. Batu apa eh? Kalau dalam cerita tu yang dia bersinar balik dia ada reflection kan. Kan selalu cerita dalam syurga kawarira eh. Sejenis batu. Dan dari situlah Nabi pula Puteri Balqis menyerah dan kata sesungguhnya aku ini menzalimi diriku. Aku beriman bersama Sulaiman kepada Allah. Jadi habislah cerita Nabi Sulaiman kat situ. Jom sambung hajar. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستعري سوري لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون هلو تسدو فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فتح بالي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم
إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون سامبون إيشا أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا كم اسم لأئذا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا
إنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وهم يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. كتاب اسمه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي
ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما هذا ظلموا قوله ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من سوري إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي كل شيء إنه خبير بما تفعلون فعلون. صدق الله العظيم. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa petang ni insya-Allah jam 2 suku. Okay, assalamualaikum.